أمل من تونس تسأل وتقول أنها متزوجة من رجل عنده مشاكل مادية ونفسية ودائما عصبي معها ومع أولادها، وهي أيضا تقول أنها تعاني من تبعات اكتئاب وأحيانا تشتبك معها وتحصل مشاكل كبيرة جدا. هي حاليا تقول أنا أبحث عن حلول لمثل هذه المشكلة، كيف أؤسس بيت سوي حتى ينشأ أطفال، حتى ينشأ أطفال أسوياء نفسيا. طيب اولا يعني بصي امل، اولا يعني طالما في مشاكل نفسيه عندك وعنده، روحوا لطبيب نفسي، روحوا تعالجوا، روحوا خدوا العلاج. يعني كيمياء الدماغ متلخبطه، باخد العلاج عشان تظبط لي هرمونات الدماغ تاني وكيمياء دماغي تاني، تمام؟ ده مش عيب ولا حرام ولا الكلام ده، بالعكس تداوى عباد الله. الامر هيخف شويه لما تبتدي تاخد العلاج، الدنيا بتهدى شويه، حاله الاكتئاب بتهدى شويه، حاله الحزن، حاله عدم اتخاذ القرار وعدم الاستقرار، البانيك اتاك، القلق، كل الكلام اللي بيبقى موجود بيهدى، نعرف ناخد قرارات. موضوع المشكله الماديه بندعو الله سبحانه وتعالى، بناخد بالاسباب، بنوسع الشغل، نشوف امور ازاي نعمل، لكن هو اهم حاجه يستقر نفسيا عشان يعرف يعمل ده، لانه حاز يعني مريض الاكتئاب او بتاع، بتبص تلاقي الدنيا كلها حواليه، كأن الدنيا كلها شايلها فوق راسه، موال كبير فوق راسه، موال. فانا لما اشيل الدربكه دي الاول واللخبطه في الدماغ دي وابتدي ان انا اعالج الامر، نفسيته تهدى، يعرف ياخد قرار، يشوف ازاي يوسع شغله، ازاي يوسع رزقه، ايه الوسائل اللي ممكن يطور بيها نفسه. وانت نفس الكلام، روحي طالما في اكتئاب روحي خدي علاج، والعلاج على الاقل بيبقى سنه، ما ينفعش ان انا اشيله مره واحده لانه علاج هرموني، ما ينفعش، فلازم في تقليل بتتابع مع الطبيب. والدعاء ان ربنا سبحانه وتعالى يصلح لكم الحال بالراحه، اشيل الدربكه اللي في الدماغ واللخبطه النفسيه تهدى، تطلع تلاقي تعاملي مع اولادك بخطوات، نعدل سلوكيات في الغضب وطريقه الاستيعاب، ونفس الكلام مع زوجك. بس لكن ان احنا نسيب المشكله نقول اعمل ايه وانا عندي المشكله الاساسيه واللي جاي بعديها كله عرض والمرض الاساسي مش متعالج، ده مش صح. تمام، الله سبحانه وتعالى يصلح حالك يا بنتي، انت وبيتك وزوجك واولادك، اللهم امين.